مركب مركبك مدحوني هوري سوماليا مدن حسن شيخ محمود مدقاقين وودقي هرته وعاريه مدحوني هوري دلك سوماليا وحكبه دي شرعيات دي دلك وحو دفري وطوري دستوركي لغو دورتي لغو داريه بودلان وحي آمنسانتهي دستوركي أغوص لباكن إيا لباية طوانكي مغالا المغتشة اللوية هنسحية يكون يلقان كها نحنو لكي مياد عركتي عبد الحافظ وفيز الوزارة متلية صوماليا وكقيم قلية شرع عالمية فيز الوزارة شغالي الدولة أما شغالي يقولها وسيريدة ومعملي قضانا يينو شر قلو تشوغان وفرنيمو يعني حسن نواد عركتي بحويني هوري تصارو حقوق فلان إذا ما دي حد بنا عن الأولي تصارو حقوق فلان كل حرير الأولي وحن هاي جيران يعني حد ملها أنت جوابات ما تعيد ما دو اللي يردها تبرها يعني أيديع وجب انتين كد إلا رجوع عن ساتسو قاري أما سات باللوجو تلقي أنت لقي رمضان مبارك مالك سو دوله ذاك الجو تام كل سو دواله برنامج كيفيه او تضابط كان انه كو رئيسنا انه وزير كورفافين تمام القبريت كبدلان محمود عيديد او اسو مقالده جرو وخد كتوس او جيره سؤالها انه جعلنا هذا موضوع انه كو قاده دغينه واغو انكي اما انسحنتي دستور كصوماليا البرلمان كواهيد او غستر رئيس شرع دجنت صوماليا الانسيسي مامور قبلت كبدلا يا أنت كبي ديري إسلام رهان تانا مدحوينها الشيء إنه أقول سيسي مدحوين المبيين دولة ده حي الصومالي أنا أي سن قيم كأهين تاني أنت حل كلا لجيه ليو وحين إنه إيجي نام حيك سببي مر والبا إن بدلا هي دولة ده حي كل عام دولة دي شيخ شريف شيخ أحمد بن حسوسنا تنتي كور رئيس حسن فرماجو يهاتن حسن أصون قضي ولي بدلا هي دولة ده حويس هيان dadku waxay is weydiinayaan budlaan maxay kaga duwan tahay maamul goboleedada kale oo markaas ay mar walba dawladda dhexe isku qabqabsanayaan wasiir wax soo dhaweynaya marka hore ramadaan kariim waxaan jecelahay inaan marka hore kaaga mahadceliyo waqtigaaga si xushmad iyo karaamo ku jirto aad naga aqbashay inaan dhowr su'aalood ku weydiino soo dhaw qalaasiye buuqi halkaas uu ku dhamaaday doontii ama markabkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo darawalka ka ahaa waa ruqansaday booskiinina waa banaayay goor ma soo fuulisa مركبك مدحوني هوري صوماليا مدن حسن شيخ محمود مدقاقين وودقي هرته وعاريه واي مدحوني هوري دلك صوماليا وحو كبودي شرعيات دي دلك وحو دفري وطوري دستوركي لغو دورتي لغو داريه مدى صوماليا نوحو قليلية قلاسة سياسات يمد أمني يمد دقنانشالة آن سياسات أو هر لغو قليلية qaraale sabu gelee dastuurkii ay ku wada joogtay inuu dafiray oo mid isaga aragtidiisa oo kaliya ku dhisan wax wada tashina aan ku imaanin ayuu soo ayuu keenay aan budland waxay aaminsan tahay aan dastuurkii ogos 2012kii magaalada muqdisho lagu ansixiyay ku meel gaarka ah ee 825kii ergay ee umada Soomaaliyeed ka kooban oo waliba ay hormuud ka ahaayeen 135kii maartii madax dhaqameed ama isin maartii ummada Soomaaliyeed ka koobnayd ee saxiixayaasha loo yaqaanay dastuurkaasi aaminsan tahay Soomaali wax kula qaybsataa waxayna la shaqayn doontaa cid kasta oo Soomaaliyeed oo aaminsan kaasi inuu dastuurkii dalka yahay dastuurka waxa laga bedeli karaa laakiin habraac u gaara oo ku qoran dastuurka oo wada ogola wada xaajood ah oo la wada tashaday baa wax laga bedeli karaa dastuurka gudiga dib u eegidda dastuurka gudiga korjoogteynta dastuurka oo xubna ay ka yihiin dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya dawladda federaalku
أي حق ولا إني كشف غيان ملحوين أنا حق ملها برلمان أنا حق ملها من أبدي الكرام سيدا كقرن مبادئ أساسية قدر كقواعد دستور كفرقة كقواعد لبعض إلا شنان لو جارو قفنا حق ملها إنه إسكي أما كح جاري أي كفاءة لزيتو معرفتي حسانة الجمهورية الديمقراطية في دولة الصومالية أو أي سيجار أما دنجار أو استعمال شو سيدا درادي دولة في بودلان وحيسو دوين زاعد كستا أو صوماليات وكل غميسة أميسانا دستور كي كميلقات كاها أغس لباكم لبيتون لاسحيي إنو أربحيو مدى صوماليات وحاق بقيب ستو وحي أميسانت هاي قضب كنتوني أفراد دستور كميلقات كاها صوماليا ورانا يي أوضيب سياسة ينقال وحكو إيمانية وذا حاجو تحمر دولة فدرالك إي دولة حبنها كاها مرك إسكا سعود متشرو ويشرع يلا قلنا قوام. وعند حدي أي نوع إجنو مذحوينها سوماليا حسن الشيخ محمود وقعد كتير معنتي مذحويني هي هروحي نوجنا هي إنه ما نريد هيستو الله بس صنع أو حد صوص صعته إياه بيشان نقص صعته عشان يتوان كذا دي لهي لهذو مي أيو أبو سمي سال الله بدي صنع أنت أصي أقول لمن من ليد أيوه هيستاب برشاد الصومالية كهيستاب برلمان كهيستاب حاول قتل ما مسام الحويني يور. دلك دستور بورها وح شرعي دلك لوجود قيا ومرحولينها لوجود دورني وبرلمان كلوجود دورني ولوجود داريني دستور ككم الجار كا ولسكر عصي هاي بورها وكم الجار نمدي ما في دولة دوله الرئيسي والله بقول يلا بيتون كأكتب هذي دورشان لوجود قاي. كسوها هدو ديري دستور كيسي ما دام إلى ليها دستور كما حوينوها ودستور كيسي ديري وإساو متجد كيسا المارتة كياني أودي وكاقادي ريزلو ساري أودي وكاقادي بارلمانكي أودي ويري أنا كاقادي دولدي حمناها كاها دولد فدرالة صومالية مباديد أساسي يدركوا أي فدراليزم هاي معنى هيدو ما حوينو معها إساقا أي أودي إسكا قادي واي رئيس الوزراء وأود كل قادم ترى رئيس الوزراء حمزة الدلك أصلا رئيس الوزراء كهيدي فلنتو هايستا قريه وزير رد وزير كي كبار الدلك ويمحاول جدا نحلك لقى قادم محاول جدا مياد أركتي عبد الحافظ رئيس الوزراء مثلية صومالية وكقيم كل شرع عالمية رئيس الوزراء شغالي دولة أما شغالي يقولها وزير هذا ومعمولي قبنا يين وشيل قلوا وشوكان وفريم ويعني حسن نواد ركتي بحويني هوري ويجي صدح شير أما شن شير أما تضوا مع المد بديارة بسارية شر عالم يتاني هاي نهشيس بسحيح هي شير إسكام هاي عن أقل من بحوين إنه قطع يقولوا تاني هاي ميدان أقل منه وزير قطع يقولوا تاني هاي ذلك كل يسبا معمولي يعني عيد لما مشامتش تقول وسيران لما عمل رئيس الوزراء لما عمل برلمان بان سو ما تحسنات دي الهاي انه اود ويري كان سوناتو وقولها فلينتا يو غرسور كيو برلمان كو الوضع كان اي كان سوناتو انا قول با اود لي هجيبا جيرين marka guri uu leeyahay sideedi uu maamushay rais wasaaruhu na inta la maamushay uu kamid yahay waxaanta waxba kama hayo wa garti dumcan madaxweynuhu asaga u madax banaan shirka uu aaday iyo kan u haboon iyo kan la haboonayn dowladda asaga madaxweynaka go'aanka asaga iska leh ee maamul goboladu kala tashanayo ee shir uu aadayo ka qayb qaadanayo u maleen maayo ee hadii aynu dhinaca kale ka eegno ee waxa ka soo baxay baarlamaanka ee waxyaalo fara badan oo masiiri u ah umada Soomaaliyeed ayaa gundhig u ah sida in 4.5 ka laga baxo ee in rais wasaare iyo madaxweyne is haysta oo motion iska daba wado oo la isla meereysto لقد مركز لسواء في جروح واحد حسوستا رئيس الوزاري هو ساعد إيو عبدولي وحي كلا قبصري إيو حسن الشيخ محمود إيو سيدي رئيس كو جي جي دي إنك سو ساعد ومركز دنبت تنازولي أو سميي أرين شريف أو كوها بوري مركز إن حسنة لدجيو وحاس أولن أيو تستور كان لما يستري أو سواء في جريا قف إيو عط أيا لوحو بسيبانيا نظام كقواليا لقبحيا إذن كم أنت عسى تكسر جداً يكو كرر سوكو بكرين؟ عم بحافظ وقت بانو بحما هاي يعني عرقتي دا ومدحويني هو ركياني عدد ساو فهمتي عدي عد بانو بحما هاي واي رونتي دلك وصل الله سعطو مرحونا هوري شغب بدن بغرت علي دلك إنو دكيا غرت علي دستور كإمسي ودر أقلا ودتشي على قرم يا أوت علي دور النمادي حاجة تنتي دا أوت علي وادوش وادوش كده إن مقالة مقدشو هريري هذا
ciidamada dawladda lagu xasuuqayo waxba laga reebin waad u jeedaa ciidamadii sirdoonka iyo kuwa maartay nimankii khawaarijka inay isku milmeen oo ciidamadii dawladda meel walba lagu xasuuqayo waad u jeedaa qaraxyada meel walba muxuu ahaayo qof ammaan meel ammaan inaanay jirin 20 kilometer inaanay dhinac dawladdu uga bixi karin magaalada muqdisho qof iyo cod waa riyo weeye arrintaas waa riyo weeye qof iyo cod xaggee baa qof iyo cidda jooga midda labaad dastuurka marka wax laga bedelayo habraacyadu isagay ku qoran yihiin si wax looga bedelayo matalan haddaad eegto qodobka 54 ee dastuurka kumeelgaarka ah oo qaybsiga siyaasadeed iyo dhaqaale wuxuu ku imanaya wadaxaajo dhex mara dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ma dowladda federaalku waxay xaq u leedahay oo keliya ay ka tashan kartaa iyadoon cidda ka talagelin 4 shay oo keliya wixii kale waa wadaxaajood bay ku imanayaan iyo in laysla ogolaado waa arrimaha dibadda 1 waa siyaasadda lacagta 2 waa difaaca waa 3 baasaboorka iyo jinsiyadda intaasay leedahay madaxweynuhu wax kale iyo dowladdiisu ay xaq u leeyihiin inay keligood ku takrifalaan ma jiraan intiina waa dayacan yihiin ciidamadii waddankii ciidamo male ilaaliya waddankii lacag ma jirto siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliduwaddanka ciidan ma jira ayaa tiri maxamuudo waxaynu ognahay dowladdaanu inay aada u dardargelisay bilowgiiba bacsiga iyo inay ka celisa al-shabaab dadka sida yeydii u cunaysa dhiigga umbulaha dooxa umbulaha dhiiggooda dooxaysa muqdisho 2 sano lasoo dhaafay in badan oo ka mid ah ay amni ahayd oo qaraxyadii ka dhici jiray aysan ka dhici jirinin sababna waxa u abaaraa la leeyahay siyaasadda madaxweynaha iyo go-aanka uu qaatay iyo dhallinyarada soomaaliyeed iyo habeen iyo maalin jiidda hore ku jirta yeydii iska celinaysa maxaa u leedahay ciidan ma jiro aan uga xunahay dhalinyaradii soomaaliyeed ee lasoo tababaray oo eritrea lagu soo tababaray oo turkiga lagu soo tababaray madaxweynuhu intuu fogeeyey oo cada u dhex geeyey yaa meel walba lagu xasuuqay oo usaadkii ka goostay oo uu ka goostay muxuu ahay taakulayntii ka goostay qabaailkiibuu kiciyey oo yidhi macawisley baa laydi yidhaahdaa hubu qaybiyey iyaga iyo shabaab buu isaga dhex baxay dhexda markii la marayay waa lada socotaa in meel walba laga soo qabsaday ciidamada firxadkoodii meel walba ay muxuu ahay muqdisho hareeraheeda kusoo urureen yani ujeedo slogan buu ahaa aan lahayn istraatiijiyad maaratay dhammaystirta iyo mid hagta toon aan lahayn ina laab la kacay lagose kuma taagin inay ahaydna sida hadda waxyihiin ayaa caddaynaysa ciidan dalka waa loo tababaray laakiin nasiib darro madaxweynihii hore ciidamada wuu khasaareeyey wuu halaajiyey kuwii dhanaan ee lagu leynayay baa u dambeysa hadda muqdisho duleedkeeda yani dhinac walba waa laga soo galay arrintu kama liidato hadda sidii kaabuul ku dhacday oo kale baan uga baqayaa muqdisho inay noqoto waayo ciidamadii sirdoonka dalka iyo khawaarijkii baa isku milmay kii kasoo goostay al-shabaabba ciidamada sirdoonka lagu darayaa muxuu ahaa dhallinyaradii lasoo tababarayna taakula la-aan iyo kawarqab la-aan iyo ku talagal in lagu talagalay inay ciidanku dhammaadaanoo khawaarijtu waddanka qabsado mid uga jeeday garan maayo maalin walba raggii tababaraa ayaa maydkooda la warayaa inta muxuu ahaayey meel aan munaasib u ahayn la geeyo taakulada iyo maratay saadka iyo kawarqabkooda laga goosto marka waa kala horreeya heesta geel way kala horreysaa oo dad dhacmeysay u kala sarreeyaan baa loo kala guraay madaxweynuhu siyaasadda dalka inuu dejiyo oo wadatashi dalka ku wado oo dastuurka ku meelgaarka laga saaro iyadoo wadaroogol la yahay oo cid walba awoodda inta uu dastuurku siinayo laga talageliyo iyadoo la wada socdo la dhammaystiro la gaadho xilligii dalku uu nabad noqdo loo gudbo maratay doorashooyin in laysu diyaariyo diiwaangelin baa ka horreysa amni baa ka horreeya 20 qof meel isuguma iman karteen maxaa codi qof iyo cod madaxweynuhu kaga fekeraa 20 qof meel isuguma iman karto naftooda kuma aaminayaan inay 20 qof meel isugu yimaadaan wax badan baa madaxweynaha u yaalay laakiin waxaad moodaa inuu geed sarawaab galay oo slogan aan jirin maratay maratay uu daawaday uu maskaxdiisa maratay ay u sawirtay waana ka muuqataa sida hadda waxyihiin bay ka muuqataa inuu baarlamaankii awoodi ka qaaday oo baarlamaankii maratay wuxuu yidhaahdaba ay maratay u ansixinayaan oo yihiin waa sax jiro jooga ay leeyihiin isaguna uu keligii soconayo dowladdii keligii maamulayo oo cid kale oo wax maratay shaqadeedii haysa aanay jirin y arrinta ku saabsan madaxweynuhu inuu ciidamada saadkii ka goostay arrintaas brit somali t v ma hayso adigu maxaad caddaynoo haysaa soo dhawo mar kale
تصارع حقوقي لان يمدي حد بنا عن الولايني تصارع حقوقي لان كل حد غير الولايني وحن هاي جيران يعني حد ملها انت قابض ما تعيد المدو اللي يردها ايه تببرها يعني ايضيع وقول انتين كدب إلا إرقوان أن ساتسو قارين أما سات باللوغو تلقلي انت لقي المارتي أي كل ماذين ولوكي قبائل كا مارت النفط أوهرين غير هيران إيو مارت غير الجدود إيو يعني قبائل كا النفط هذا لوكو يهورين خوارج تكسارين المارت علل لو قتري واي وحن ربع أنت على لوجود بنين أرجي جارك قرمة المدرسة الصومالية وكيل خواجة إيو بوخشدي معلنتي شرعي هاي مرة بعد تصدرك أنا سوق بالجبيل لو سؤال الكاوي ديو مامور جبريد كبودلان حلي وانا ذاك جوجا لبضع أقل قلها أقل كسرائي قلها شعبك أي كم إذا حدثك كقريب قاتي دور عدنتي كذا عدي برلمان ك مركب بودلان لفتي كذا سواء فخسرين ملا ورانك لا وما صدقي وسؤال في عن أفقه حليبان كا أم سنتر كا حسنا دهرت وده كله يسوي لفتي يسميشي اللي قد دورتي ماها مارتي قف حس بكسر على ماها حسنا قف وده كله كريستوين سمع اللي قد دورتو لي قف ومارتي وحسنا ده كله علي نهديه معارض كل نقطه ماشي اللي قد دورتي يسوي لفتي يسوي حسنا الهوي وبنائي الويان وحنا موقتا حمر بدك مرت حيوانا بسنة تردد شو مرت دولت حمر سيورة قم يسوم مكة أركان هنا أولاد قم ينسيدات وقاق حمر لوجن اللي هي أولاد نورادين إنت قفكم مبادي دي الوجه شيء وقصة عنا يو هاي بالترين يا أولي هاي مرت قفك عشان شغالي لويد مذيب وقتا شغالي لويد مذيب حتى أنا ودين حقي ماشي كريستيان سيجا هاي أما ماشي لقى صوت دورتي وقف ده يدل فكل هذا هاي هدا أنا سنة تركو أما حليبان مترين بكمدو وانا منو هاي قفيس كوش غي سنة يكمدو وانا دمو هاي هاي مارتي ودن وداقة باي هاي منو هاي شغالة بارلمان كاللغة هاي عيد والبعيد بين متلي سي شعب كوس بودهاس وما يريد بغف متلي حدانا مياشي لغة سو دورتو متلي حدانا وحروي هاي ميسان شغالي دولد هوي هاي وانا بارلمان كي قرصور كي قرصور ما بجيرا حد يارا ايو قوليه فلنتو مرحوينيه رئيس الوزارية وسيرت اينا كلام مرح بنائيهين وغلول الوشاقات اي لوريك مضاي او دستوريك هايدا او دستورك او ودها وسينا اينا يكون اقويان وعشار ديا هدين لقاك بوضا غوف والبايسكي وشاقيس معانيه دوما حد يبود لان بالا متلي يعني يعني غوفكي متلي اي شاقاتي سوا كتري وايه هدي اينو اقنو دبعا مدعويني هورا فرولا ايا لفتيجي سوقرال صوري ارنتا سوقها اللي أمينكي ما نتي العذين يا أمينكي كهريسي لكن حلو أنا بضل وكله أي إنسان ورقها إنه عذية أو قيبكها وحن كويدي وعشي دي كوبا لبعضهم كويدي وحي هيد بدلاً محيك جد وانتهى مع ملذة كله أي نقطتي مدي سو تاجن إح دوره دو أيوة عقل نجلا هذا تن يو كوي كهري سؤال بسيط وياه. هتو واحد وقعت بدلاً مكيل أساسي أو دكتو أو دكتور سوكيه قالي أو دكتور سومات دكتي سومات كلي روبين. كل يسقال بقول يسقاشن يسديه دي ما متجوه ريالي سوق يعني بدلاً. وحلوه الشيء أن ما من سومات سنو إنه قوي مسكون لقنا وما دي سومات دول إنه ما دي سومات يدنا ينقطع دين. إنت هسلوه الشيء. وين السومات يسق بدلاً. وأكثر شيء سين سومالي سوتي ما تود دورد ما في إلا هي ما شرط عرطة إلا بغاتي قاهرة نفهاي إتصالن إلا لقى عليه شركة ودن بيجي ودستور كم الجار كان لقى بحيي دورد كم الجار كان لقى بحيي دستور كم الجار كان لوسه حي وتطبق صحيح لها وكيل كم كأقرب مدى من ذوي سومالي وشو مهيجة أرسلنا وجماعة رئيس وزاره يمدحونه يقدمه برلمان كحل جاتشوي أرسلنا والجماعة دولت بدلان أنت سعي كود غيب قلين يصير يجرون يطوي يقطعي يكون لغو صحيح لغو هالشيء إن كل هذا الفرق بس دولت الحرية إرجدي سديت بقولش على تكاي أوس لما كنا يا ما تلبي طبعاً كي رئيسوي رئيس بقول يصدر يشنت ما تي ما إحنا قمت أي أسهية إنسان لغو هالشيء وأنت بقول له واحد صورنا ما يكسر وشقي سي وأصله وهذا قرطة أو كله وأدم تيمان كجلسيات بقول له هنا إلى هاي الدستور أي كلنا قميصو
intii aan la sameyn dawladaha xubnaha ka noqon doona dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo dawladda ku meel gaarka ah ee markaa jirtay oo dhana sida uu qabana qodobka 142 ee dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliyeed madaxweynihii hore uu hadda tuuray waxa ku qoran maartay dawladaha marka la dhameystiro maartay dastuurka ku meel gaarka ah oo maartay haddana lagu daro lagu dhafo dastuurada ay leeyihiin dawladaha xubnaha ka ah dawladaha hore u jiray waxay yeelan doonaa inta laga gaarayo isku dhafka inta la gaarayo dawladaha hore u jiray oo dastuurka waxay lahaanayaan awoodihii dastuurkoodu siinayay Puntland markii dawladda Soomaaliyeed ay ku meel gaarka ka baxaysay iyo stateska kale intii la sameeyayba dastuur bay lahayd sidaa daraaddeed awoodihii dastuurkeedu uu siinayay buu ku dhaqmayaa oo dastuurkoodu u ogol yahay qodobka afraad oo ogol yahay dastuurka dawladda ku meel gaarka dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliyeed ee 142 intaas oo dhan ayaa waxay siinaysaa inay awood u leedahay waxyaabaha ay tabanayso waana waxyaabo dastuuriya yani muxuu ahay laanjiid waxyaabo aho yani ma aha in la leeyahay yani maxay ku kala duwan maxaa ku kala duwanahay dee waxaanu nahay dawlad dhammaystiran baan nahay adeeg dawlad adeeg bulshaanu bixinaa cashuur baanu qaadnaa dakhli baana soo gala in ka badan 1600 dhul dhererkiisa iyo xeebtiisa iyo baan maamulaa in ka badan 300 oo kilomitir isku weera dhul ka mid a dhul leeg baanu maamulaa oo amnigiisa sugnaa dawlad dhammaystiran baan nahay dawlad soomaaliyeed inay soo noqoto oo dawlad noqoto aanu maaratay ka shaqayno oo cadfila soomaaliya aanu geynay calanka markii ugu horreysay way maxamuud cabaar ba hadlaysa oo googoosanayna diidanahay ma jirto laakiin waxa la hagaajiyo ayaan taaganahay iyadoo sharciga la tixgelinayo oo habraaca wadatashiga sharcigu ugu yahay la raacayo wayahay aad oo mahadsantahay aad ba ugu dheeraatay waa kaaga mahadcelinaya daawad yar soo dhaweynayna waxaan wareysanaynaa wasiirka warfaafinta ee Puntland maxamuud oo nala joogo waqtiisa aan mahadcelinayno maxamuud waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo waxay dhacday waxaa jirtay inaad mar kasta Puntland ay tiraahdo markii la isqabtaba dastuurkeena waxaasaa ku qoran dastuurkiinu kama weyna dowladda dhexe dastuurkeeda goormaad iswaafajinaysaan si loo soo afjaro khilaafkan ku saabsan dastuurkiina ama aad leedihiin mar walba halkaa lama taaban karo dastuurkeena saas dhigaya maadaama dowladda dhexe xubin ka tirsan aad tihiin sida maamul goboleeda kaloo kale federaalka la waafajinayo dastuurka dawladda federaalka maamulada jira ka hor inta aan la qaadan dastuurkan ku meel gaarka ah kooday ku sii dhaqmayaan waxay sii haysanayaan awoodaha dastuurkoodu siinayo simple stat waa dastuurka ku meel gaarka ka jawaabaya annagu wax badka abuura ma wado sharciin lagu socdaan rabnaa sharciin lagu wada socdaan rabnaa sharciin wax lagu qaybsanaan rabnaa dib ugu noqoysa dastuurka laftigiisa ku meel gaarka ee dowladda Soomaaliyeed su-aashaydu waxay maamul goboleeda kale lama joogaan goboleedooda aan u wareysan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo idinku goormaad kale dhexe waafajinaysaan si khilaafka loo yaray marka laysla dhammaystiro afti dadweyneoo Puntland qayb ka tahay lagu ansixiyo markaas weeyaan waa ku fahmay si fiican ba ku fahmay ergeyga gaarka Soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay ayaa idiin timid maalintii shalay ahayd socdaalkeedu ma wuxuu ahaa mid horay loo qorsheeyey oo ka horreeyay khilaafka dastuurka haatan iyo iscidiisa mise arrin deg deg oo soo korortay baad intaad la socotay maartay xiisadu way kacsaneyd muddo dheerba oo maartay waa la socotaa dastuurka farafarayntiisi waa la bedeli doonaa intii ay socotay iyo habraaciisa waa la bedelaya habraaciisa markii loo codeynayay markaa muddo ay socotay oo meesha caalamka iyo dadka soomaaliyeed madaxda soomaaliyeeta waa wada hadlayeen inay u kala dabqaado isu maartay wax eegeegto sida waxay yihiinna horey usii qorshaysatay markaa sancaadkeeda hore usii qorshaysanaa
وياه أن هدي دولة ده أي كن قوم ويدو أن وحي أن صدر كي بشه كذا عبارة رمان كأن سنتي بار أن تستور ك يسوع جب جبين تيوا هدي كن قوم ويدو إذن كوجوني لا تستعجلان آيات شكتي أو أدمركاس أن دولة أيدو إسكيدو أم ضح بنان عن قريسان أردت أس مولي مساسا كنت أعتقد مش عايز كين بدري أنتي كذا إذا ما ديك كذا حيسي نحوها هاي بوتلان بالجي إلا يبغض شو في الصومال عالك الجي يوم الحويني بوتلان عالك هالك الجي سو بل يرد بوتلان هاي كلهم ما توفي الصومال هوس تيلا كم ريال بالفهد كأسين أنا وحنا تاجنا هاي دلكو ده يقول إنتي كوا أمشوا رد على مين كبدونا الصومال كمان وتجين إلا سيدا سبحان الله وذا أنا وكمان تجين صومالك إلا أنت لكن وحملنا شرعية ده حلاص ونقضه وذا شركة يو وذا تشيغا دستوركو بغضبكو كنتاني أفراد وشيغي دستوركو ملقار كي سوماليات بارتي ملحويني هوري دالكو هادر كل عياري ومارتي كل دي دس بينك كل دي كاسانا نو تحقيلين اني وحارنا ميرغبكا إلغوصو النقضة وذا تشيغا إلغوصو النقضة من نمضى يو دولة ديسكا سوماليات يقاب بسبيت كي دولة سوماليات أيهاني سي إلغوشي يا وريه كالغيب سنة إلغوصو النقضة وهكذا هذه الوصول لقوة أنا ماشي نجوي سال الدولة ده حماة اعتراف سندي. أنا ودي الدولة على الاعتراف هذا مطال الدولة حسنا ديري يرسك قاضي أو محو هاي شرعي جدي كبودي أو تري بلا شرعي بعد ما هانا هنا أنا ودي اعتراف سني الدولة ما يستيران وقصد حديقة ما في شيء الدولة دي ما تكون بسنة لو بسنت هاي. عشر قاضي تخلصوا قالوا إن عيد المدي هذه شغالة هذا ما أرتي بشار سيسة هذه قبل شدة سيسة أما أنك ما أرتي تشربكش كذا يعني حدود هذه وشار كي عيد المدي نوال كبار لكن سوما يا كان ما أنا دولت الحكم أولي أنا كمان مهري طب ليش عالم جوال باب ودحين شرينا نحسن بأوقاتين ويسوي لي ملحوين هراء يسوي أوقاتين ولا يبنجي سيطالة يوينو ما كان يتركي أبوري خيرك طي ما هينا أذين تاس أنا بأذين تاس ما هينا إنه بده يقول العين كايس كام تقول بوري كيف سري؟ شو ما مقر بيدش أو حاطل أول بنك وحقه حساب علي سجل بلد على جاس ويا حسن ويسكن حساب علي تي يكل ورا جا جندونا مش عايز أول بنك مركا أنا قاعد نوما كبتو أنا قاعد دخل جا عن صوص عرنو بانو كذا كود سنة أو سكولة كود سنة أو مشهر شغارة هي يعني ما ذي يوسينا أو هذيك الدولة دخوك أصلا وهاك قبل قبلي محب حل أو أركتان هذيك هو قدرين هي أنت أنا أكشري تاسكو ويدينا وسوق بجوينين، وحلا إسكو حيا تستور كم أنا يدد بدل أمنسين وحقوق على الوضع اللي نعبه، وح إس حيا وشخص يظهر لوضع مسؤول مدحوين الدني يا حسن الشيخ محمود مقوم وقطع حقوق على بارتهاي مدلل بدل كان هيسي سياسة وعضاية تهاي إن لوضع الشخصي أي جيد هوست فريستان أو مركا وح أي كتبنا يعني دور شدي ذلك كذا على يكذب la ka wadeeyo oo marka xal isla baad goobo Soomaali heshiis la helo een iyo ayatiin koomada Soomaalida laga tabiyo kuma muuqata marka hore arinta shakhsiyadeen laga saaro meesha oo danta guud loo heli wallahi horta qofki shakhsiyadkeega ayaa deesaga u taala laakiin oo la socotaa in markii madaxweynaha dawladda bedelan Said Abdullah Dani dib loo doortay على مسار كيسين الصومالي يبيش عالم كأنت ما دولة بقول لنا أي حشمتي شركة اسمها الحويني قد بدأ مركب كتشي دين يجي بقول له واحد مع صنطة هي ما أعطي واحد طبعا يسوا يوحي عي إسكو هاي عند دولة فدرال كا يوحي عدك لإسكو هاي عن منك ما عندي الحويني ما هتعمل مناسبة ما هي صوما قيم بشيء الحويني عايش كسو قيم قلي في سلو شاريات كسو قيم سيد ما تود وحورا كوبا قيم بقول له عنين يدور يسوا إني جوجل وبكت صوماليات أول اللي يسكوش فهمه مرحويها ولي بقى مرحويني هرانا وكوش رفوي يلي راح نكوش رفينا ولي بقى إنه حلقة جوشة إنه مرت عدو إنه عين تو حلقة الله يسوي منا يو مركع ما شفته وح شخصية ضل الله يسكوها يا وح الله يسكوها يا مسير كأمضى سومالية يقاب بسمات كقول وجه شيء دول إني مضى سومالية سيء هانزه وندام فدرالة إنه اللي وقع لنين
الدولات كلية ميل وحما مشا وحلوية غير سنترالايزد اه وأود قف مكوبن تاي هذا الأرب مدحوينه مدحوينين هوري دستور أو صو صار أو أرتيدي سكوب بسن أو أن لتشي أمة الصومالية كتشرين أو أن لتشي برلمان كتشرين وحاودون يا إنه أن سحص إنه ميل مرصدي إن هو بدلي قاب بسميت كي دولة نمد الصومالية فيصل وسارو يسوق مقعابي كرو إري كرو يسوق أن برلمان كلا تشنين أنت هسي لماذا كمان عضو مارتي دل سوء بربوري أو مارتي نقول أو كرادات سن أو أباهن اللي سوء العلي أو تلاوذة أقوله وضعنا دستور بيقى كرا معها مركا شخص اللي يسكو معها يو لكن وحال يسكو هيا فهم كدولة نمو دل كان سيدي اللوغو أديق لها ودولة نمو اللوغو سوء علي لها بار يسكو هيا ويا ودن بينتي حلبة لوبا هي هي دل بربور سن أو هاتن افتيمية أو سوكو عية oo soo kabanaya ayaynu dalkeena hooyo u yahay in gob jabtay baanahay gulmanihiin in hadaa jabtina waxa weeye waxa la iskaashad lama kuftaa haday kuftana in makci weeydo in la kaco hore loo socdo la raba in maxad xal u aragtaan hadaa tii maamul goboleedka budla anagu waxaan waxa u aragnaa in dawladdi hore ee federaalku inay meel qof ku soo noqoto inay kusoo noqoto dastuurkii la isku raacsanaa inay kusoo noqoto geesara waabka inay joojiso ummada Soomaaliyeed intii aaminsan dastuurkii ku meel gaarka ah ee dadka u dhaxeeyay waa kula shaqeynaynaa waana la shaqeynaynaa in la isu yimaado in danta ummada Soomaaliyeed iyo dawladiska maartay laga wada tashado intaasan aaminsanahay anagu ahlaag dawo yar waxa daawanaysan Brit Somali TV iyo barnaamijka ifiye 22 toddobaadkan aanu ku wareysanaynay wasiirka warfaafinta maamul goboleedka Puntland mas'uul Maxamuud Aydiid oo waqtigiisa qaali ah noo horay maxamed jacalaha inay wuxuun idin kaga iftiimeen meesha la kala joogo iyo meesha yoolka ummadda Soomaaliyeed u yahay Soomaali heshiisa iyo dawladda Soomaaliyeed oo horay u socota oo isku duubana dadkeeda iyo dalkeeda u adeegta ku soo dhawow xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic oo ah xarun caafimaad oo aad u qalabaysan tayada adeegeeduna waa u sareeyo Private Walk in Clinic waxay caan ku tahay ballanta dhaqtarka oo aad helayso isla maalinta aad qabsatid sidoo kale Private Walk in Clinic waxay bixisaa membership sanadle ah oo kuu sahlaya inaad marka aad doonto dhaqtar la kulmi karto xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic waxay macaamiisheeda ugu bishaareynaysaa in adeegyadii ay horay u bixin jirtay ku soo kordhisay adeegyo cusub xarunta adigoo gurigaaga jooga ayay kuu soo diraysaa raajiyaqaan ama dhiig qaade si laguugu shaqeeyo adigoo gurigaaga jooga jawaabtana waxaad helaysaa maalin kadib adigoo ku heli kara jawaabta telefoon ama fogaan arag sidoo kale maalin kasta oo khamiis ah waxaad xarunta ka heli kartaa dhammaan adeegyada iskaanada sida ultrasound xaruntu waxay furan tahay 7 maalin ee isbuuca waxaadna ka heli kartaa dhammaan adeegyada aad ka filan karto xarun GP ama family doctor xaruntu waxay ku taalaa galbeedka London xafada caanka ee Shafarbush ama kala xiriir emailada telefoonada iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda My Remedy waxay kuu fududeynaysaa sida lacag ugu diri lahayd ahalkaaga iyo asxaabtaada meel kasta adduunka joogaan. My Remedy waxay kuu sameynaysaa qiimo aad u jaban. My Remedy waxaa kala socon kartaa telefoonkaaga adduunka meel kasta ka joogtid. Lacagta ahalkaaga iyo asxaabtaada waxay ka soo qaadan karaan Amal Express ama si kale telefoonkooda directly ugu dhici karaya Amal Bank, ABC, MyCash, or M-Pesa. You can now download MyRemit app from Google Play or App Store.